الجزائر، انتوا عارفين حضراتكم اردوغان كان راح زيارة للجزائر. اردوغان خرج من الجزائر وهو في الطيارة بتاعته ادلى بتصريحات، هذه التصريحات لها علاقة مباشرة بالجزائر وتاريخ الجزائر العظيم. اللي حصل انه اردوغان صرح بتصريحات انا مش عارفة وصفها تبقى عاملة ازاي، نتيجة هذه التصريحات اللي صرح بها اردوغان الجزائر طلعت بيان واضح وصريح ترفض تصريحات اردوغان بشأن الذاكرة الوطنية. مؤسسة ماعد لحقوق للسلام والتنمية حقوق الانسان، الحكومة التركية تضرب بالتوصيات عرض الحائط وتواصل حملتها القمعية ضد المعارضين. مسألة ان هي طول الوقت عندها حالة من حالات القمع ضد المعارضين ده طول الوقت موجود ومش جديد الحقيقة، إنما الجديد واللفت للنظر هو بيان الجزائر حول تكذيب ما أدلى به أردوغان. ده معناه إيه وموقف أردوغان إيه بعد بيان الجزائر أمام وشكله إيه أمام الشعب التركي؟ مش عارفة الحقيقة يعني بعد بيان الجزائر. خلينا نعرف المتخصص في هذا الشأن دكتور بشير عبد الفتاح، هو اللي يقول لنا يمكن ردود الفعل ممكن تبقى عاملة إزاي وشكله إزاي بعد هذه التصريحات وحاولة الوقيعة ما بين الجزائر وما بين فرنسا. دكتور بشير مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ عزة وعلى السادة المشاهدين الكرام. شكرك. تعقيبك إيه على بيان الجزائر؟ حضرتك تساءلتي وقلتي كيف سيتقبل الشعب التركي هذا الخداع الأردوغاني؟ نعم. الإجابة ببساطة أنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها أردوغان هذا النوع من التضليل والخداع لشعبه وللعالم، وإنما قبلها بأسابيع قلائل حينما زار تونس. نعم. ادعى أنه تفاهم مع الرئيس التونسي بشأن تدخل عسكري تركي في ليبيا عبر تونس. نعم. وأن تقدم تونس التسهيلات اللوجستية اللازمة، بينما خرجت الرئاسة التونسية وكذبت هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، فكانت صفعة على وجه أردوغان أمام شعبه وأمام العالم. وليه عاشق للكذب كده؟ عاشق للكذب كده ليه هذا؟ لأن أردوغان الدول بتكذبه، يعني ده الغريب لا يتعلم. طبعا شيء مؤلم أنه رئيس دولة بوزن تركيا يكذب بهذه الطريقة وتكذبه رئاسة الجمهورية في الدولة المقابلة. نعم. يعني هذا أمر ليس بالهين على الإطلاق، لم يقدم اعتذار حتى. لكن مشكلة أردوغان أنه كان يتمنى تحقيق نتائج من زيارته للجزائر لم تتحقق، فاضطر إلى أن يكذب ويبدو وكأنه قد حققها. نفس الشيء بالنسبة لزيارته لتونس. نعم. كان يتمنى أن يمنحه التونسيون دعما لتدخل عسكري في ليبيا، لكن هذا لم يحدث، فكذب وصدق الكذبة بأنه بالفعل حصل على هذا الدعم. الأمر نفسه تكرر مع الجزائر لأنه في خصومة مع فرنسا بأكثر من نقطة تماس. النقطة الأولى أن فرنسا هي من أشد الدول الأوروبية عداء لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتستخدم حق الفيتو. نعم. الأمر الثاني أن فرنسا تعترف بمذابح الأرمن التي تورط فيها العثمانيون إبان الحرب العالمية الأولى. صحيح. مما يورط تركيا في تعويضات ومساءلات قانونية وجنائية. الأمر الثالث أن فرنسا فضحت اختراق تركيا للقرارات الأممية الخاصة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. نعم. لا سيما القرار 1970 و 1973 للعام. نعم. 2011. الرئيس ماكرون نفسه اتهم أردوغان بحظر هذه بانتهاك هذه القرارات ومقررات مؤتمر برلين يوم 19 يناير الماضي، وأحرج الرئيس التركي أمام العالم. لذلك أراد أن يؤلف الجزائريين على فرنسا وعلى الرئيس ماكرون، لكنه للأسف فشل وظهر بصورة سيئة للغاية أمام شعبه وأمام العالم. الجزائريون دكتور بشير على السوشيال ميديا وجهوا أفظع الكلام لأردوغان فيما يتعلق بذاكرة الوطن الجزائرية، وقالوا له بطل متاجرة بتاريخنا وبطل متاجرة بالقضية الفلسطينية. بالفعل، لأنه أردوغان أطلق تصريحات جريئة بالنسبة للقضية الفلسطينية، والكل يعلم
أن دولة إسرائيل قامت على أسس وضعها العثمانيون أصلا. السلطان عبد الحميد صحيح أنه رفض إقامة وطن، لكنه سمح لليهود بالتموضع وامتلاك أراضي وامتلاك مساحات وتأسيس كيانات قامت عليها بعد ذلك الدولة الإسرائيلية. أيضا التعاون الاستخباراتي والعسكري والتجاري والثقافي بين تركيا وإسرائيل هو الأشد وطأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، وها هو الآن يحاول أن يتاجر بالقضية مجددا. بالنسبة للجزائر، صحيح أن فرنسا لم تعتذر عن احتلالها للجزائر ولم تقدم تعويضات، لكن الرئيس ماكرون قال أن الاستعمار كان شيئا مقيتا، وهناك مشاريع تجارية ضخمة ما بين الجزائر وفرنسا فيما يبدو وكأنه محاولة لتعويض الجزائريين عن هذا الأمر، ومن ثم هم لم يطلبوا من أردوغان أن يكون محاميا عنهم أو أن يتحدث باسمهم. العلاقة الفرنسية الجزائرية برغم ما فيها من صعود وهبوط تظل شديدة الخصوصية وأبعد ما تكون عن أردوغان وتركيا. تتوقع حضرتك، سؤالي الأخير دكتور بشير، أن يعتذر أردوغان عن تصريحاته بعد بيان الجزائر؟ الإخوان لا يعتذرون ولا يراجعون أنفسهم ولا يحاسبون أنفسهم ولا يقومون بعملية نقد ذاتي. أردوغان لم يعتذر عن ما جرى في تونس وكان المشهد مكرر، ولم يعتذر ويقول للتونسيين أو للرئيس التونسي اعتذر عن أني تقولت عليكم ما لم يكن حقيقيا، وبالتالي استبعد أن يعتذر أيضا بالنسبة للجزائريين. لكن رصيده يتآكل ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. تركيا الآن في أسوأ حالاتها على الإطلاق فيما يخص الداخل أو علاقاتها الدولية. تمام، شكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور بشير عبد الفتاح الباحث والمتخصص في الشأن التركي.